هاد القصيدة كنهديها للبنت السكينة، تنقول فيها: بكات عيني على العيون والساقي عمرت بدموعي، سرحت جمالي في قلت الزمور ومن ماها ورت قطيعي، ما بحال الصحراء في الكون، مناخ بلادي طبيعي، من الداخل البوجدور متسارح الرف ربوعي، سني على الحبيبة قول ميم هذاك هو باب الصحراء، الشاي والخيمة، الشاي والخيمة وجمال وحليب ناقة عذراء، بكات عيني على العيون والساقي عمرت مدبوعي، رعيت جمالي في قلت الزمور ومن ماها ورت قطيعي، ما بحال الصحراء في الكون، مناخ بلادي جد طبيعي، من الداخل البوجدور نسرح حرف ربوعي، عاش المغرب، عاش جلالة الملك، عاش الشعب والحكومة، عاش الصحراويين، عاش الجبليين، عاش الرحامنة، عاش الشاوية، عاش سراغنا، وعاش كل الشعب قاطبة. هذا ما لدي ما أقوله لحدود الآن، وأستسمح على الارتجال في الكلام لأنني في حالة يرتلها لحدود الآن. كلمة سكينة اللي غادي تشوف من دابا بعد دقائق. سكينة بنتي، راني كنتمنى لك الشفاء العاجل، وما يعني ما بغيتكش تكوني في ذاك الوضع، ولكن قدر الله شاء ما فعل كيف تيقولوا، وجلسي وتبتي في السبيتو خذي العلاجات ديالك، راه ربي عفو غفور، ما دام سيدي ربي كاين فانه يعفي ويشفي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.